في دافوس أعلى بلدة في القارة الأوروبية وإحدى أكثر بلدات أوروبا برودة، يلتقي عدد من قادة العالم ونخبة من قادة الاقتصاد والتكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، يتحاورون حول مجموعة من الملفات الساخنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز القضايا السياسية والأمنية، بما في ذلك الحرب في غزة والحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية في البحر الأحمر. هذا الاجتماع بنسخته الحالية يأتي في عام مزدحم بالصراعات السياسية والحروب في أكثر من بقعة في العالم، كما يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي هشاشة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الديون الحكومية إلى مستويات قياسية تقترب من 90 تريليون دولار بحسب معهد التمويل الدولي. حروب وأزمات اقتصادية ومالية وطقس متطرف وهجمات إلكترونية جزء من قائمة طويلة للأزمات التي تواجه العالم، فالملفات متوفرة وقضايا النقاش متعددة، لكن الانقسامات والظروف العالمية تعقد من القدرة على التوصل لتوافق في الرؤى حول معظم القضايا، كما أن 2024 يعد عام الانتخابات في عدد كبير من دول العالم وتحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا تحد آخر في نقاشات دافوس، حيث يركز المسؤولون على شؤون دولهم الداخلية لاجتذاب أصوات مواطني بلادهم إلى صناديق الاقتراع في وقت يسعون فيه لتجنب الصدام حول قضايا تؤثر على أصوات الناخبين، تحديداً الملفات الساخنة مثل حربي غزة وأوكرانيا. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه مع تزايد أعباء الديون قد تجد الحكومات نفسها غير قادرة على اقتراض المزيد لتأدية التزاماتها القائمة وتمويل الخدمات الأساسية بالقدر الكافي، وحتى لو تم تجنب أسوأ السيناريوهات فإن زيادة تكلفة خدمة الديون بعد الارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدة يستنزف ميزانيات الدول ويزيد صعوبة معالجة أزمات حساسة منها التغير المناخي.